ورجعنا لكم تاني مع الفقرة الطبية وفقرة الصحة والرشاقة. في فقرتنا النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتواجه ناس كتير، اللي هي احنا مش بنخس رغم ان احنا ماشيين بالفعل على دايت بحذافيره ومش بنلخبط خالص، لكن برضو ثابتين، وده بيجيب لنا حالة من الإحباط، اللي هو انا مهما اعمل مفيش فايدة، فخلاص أحرم نفسي ليه بقى؟ ما أنا أكل كل اللي أنا عايزاه طالما كده كده مش بخس. يا ترى إيه السبب في كده؟ إيه الحل بقى للمشكلة دي؟ ده اللي إحنا هنعرفه النهاردة وهتجاوبنا عليه ضيفتي اللي شرفتني نورتني، دكتور مي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا بيكي. منورانا. ميرسي، ده نورك، ربنا يخليك. هو موضوع بجد مهم، وناس كتير قوي ممكن تكون مش عارفة التفاصيل أو مش عارفة إيه الأخطاء أو إيه الأسباب اللي ممكن فعلا بجد تخلينا إحنا ماشيين على دايت كويس ومظبوط وبحذافيره، بس أنا ثابتة ما بتحركش. قولنا بقى يعني إيه الحاجات الخفية اللي ورا الموضوع ده؟ تمام. الأول عايزين بس إيه نوضح فكرة، إن في ناس بتتلخبط جدا بين ثبات الوزن وتثبيت الوزن. كويس. ثبات الوزن احنا هي ده موضوع حلقتنا النهارده، ايه الحاجات اللي تخلي ان انا وزني ما ينزلش. بس تثبيت الوزن ده ان انا وصلت خلاص للايديال ويت، الوزن المثالي بتاعي، وهبدا بقى يعني اثبت الوزن بتاعي عشان احافظ على الوزن اللي انا وصلت له. حلو. دي بس معلومه بسيطه ان الناس كتير كانت بتتلخبط فيها. اوكي. ايه بقى الاسباب اللي تخليني ان انا وزني ما ينزلش او افضل ثابته عندي في والدهون بتاعتي زي ما هي؟ اول حاجه ان انا بحط توقعات عالية، حاجة اسمها هاي اند رونج اكسبكتيشن. يعني مثلا في ناس معتقدة يعني ان انا لو انا عملت سكيب ما اتعشتش هنام واصحى الاقي نفسي بقيت فت خلاص وخسيت، فدي حاجة غلط. انا لازم ان انا اقعد اتكلم مع الحالة اللي معايا وافهمها جسمها عامل ازاي، ايه الحاجات، ايه الغذاء اللي هو لازم ياكله، ايه نوع الاكل اللي احنا لازم ناكله، ايه نوع الدايت اللي هي لازم تمشي عليه، عشان تبقى فاهمة جسمها صح وتقدر تكمل. فاحنا دايما بنحط توقعات غلط. تاني حاجة مثلا ايه الحاجات اللي تخلي ان انا وزني برضو يفضل ثابت؟ ان انا مش بتابع مع دكتور متخصص في التغذية. دي اخطر حاجة انا ممكن اعملها. ليه بقى؟ لو انا مثلا عملت دايت مع نفسي ممكن في الاول هخس مثلا كيلو او 2 كيلو دهون، هتبسط جدا وافرح. في ناس بتكافئ بقى نفسها ان هي خست بان ان هي تبوظ في الاكل بتاعها، فبالتالي انا كده عماله اتخن واخس اتخن واخس، انا كده يعني كاني لخبطت جسمي، جسمي بيتعب معايا. فهيدخل معايا جسمي في حاله عند اللي هو انت يعني انت بتلعبي معايا، عايزين بقى نشوف هل انت هتستمري فعلا على الدايت بتاعك ولا احنا كده عمالين نلعب. فهيحصل ايه؟ عندي مثلا ادي الخلايا الدهنيه، انا خسيت كيلو او 2 كيلو دهون، جسمي دلوقتي هيحطني في فتره اختبار. يعني ايه؟ يعني انا خسيت دهون مثلا هيرجع مكان الدهون، هيخزن ميه عشان عايز يعني يشوف جديتي انا فعلا هكمل الدايت بتاعي وهمشي على اللايف ستايل دي ولا لا. لو انا كملت يبقى ساعتها الجسم هيخلص الميه دي كمان ويبدا يقفل الخليه الدهنيه. بالعكس هيبدا يحرق من الدهون اللي لسه موجوده جوه. لو انا فضلت بقى العب واخس واتخن الخليه الدهنيه دي هتفضل مفتوحه وهينزل برده، هيفضل حاطط مكانها ميه، وهنفضل بقى في الدايره المغلقه ان اخس دهون يخزن ميه اخس الدهون التاني، فهنفضل ايه بنلعب مع بعض. فدي حاجه غلط، يعني لازم ان انا اعود جسمي على نظام معين عشان ما يتلخبطش. هو جسمي ذكي جدا وبيفهم جديتي، هل انا فعلا واخده الدايت فتره مؤقته ولا انا واخداه فتره يعني لايف ستايل بتاعتي، عشان اهم حاجه عندي صحتي طبعا، يعني دي اهم أكيد. حاجه. اكيد. طب قولي لو انا ثابته على الميزان، ثابته على الميزان وعملت ان بادي، هل دي مشكله؟ يعني ممكن ابقى ثابته على الميزان بس انا نازله مقاسات، هل في حاجه كده؟ اكيد طبعا. احنا دايما عندنا بنقول الميزان اللي احنا بنطلع دايما اول ما بنقرر نعمل دايت نروح اقرب صيدليه ونوزن وزننا. دي اكتر حاجه غلط. احنا دايما بنقول ان الميزان اسمه الميزان الكذاب او المخادع. لان هو مثلا لو انا خسيت اول اسبوع انا مش عارفه انا نزلت ميزان، انا مش عارفه هل انا نزلت دهون ولا عضلات ولا ميه. لان انا اول ما ببدا دايت اول اسبوع تقريبا اللي بتنزل مثلا ممكن انزل كيلو او 2 او 3 دي بتبقى الميه. انا عشان جسمي يبدا يحرق من الدهون ويبدا يتعود على اللايف ستايل الجديده مش اقل مثلا من اسبوعين او من 10 ايام لاسبوعين. بس اقدر اعرفه يا دكتور من خلال الانبادي صح؟ يعني الانبادي ده اهم حاجه. انا نزلت ايه لو انا قست قبل
وبعدين بدات صح. ما هو الام بازيف بيبين لي نسبه العضلات. أيوة. نسبه الميه والدهون كل حاجه. ده طبعا ادق. بس احنا مثلا لو في حاله عندنا مثلا في شركه اون تارجت فارما جايه تتابع معانا, في ناس مثلا بتكسل تعمل ام بودي او مثلا, فمش مش برده مش هقول لها اوزني, هقول لها تاخد لي قياسات مثلا محيط البطن, الدراع, الارداف, هي دي اللي انا هقرر منها هل احنا كده ماشيين على الدايت الصح, هل احنا كده خسينا دهون فعلا ولا لا. اوكي هايل. طيب قولنا بقى يعني احنا هنبدا بقى نتكلم عن ايه اللي ممكن تبقى وسيله مساعده, لان في ناس كتير وحالات كتير ما بتبقاش قادره انها تمشي على نظام, او حرام يا طبيعه شغلها يا يومها بيبقى متلخبط, يا اما ما بتقدرش تاكل اكل طول الوقت صحي. عايزه عامل مساعد, وعامل مساعد يكون امن يعني محترم وملوش سايد افكت على اي حاجه في جسمهم خالص. فكلمينا بقى نبدا ازاي, يلا ناخد الخطوات معاكم انتوا كشركه اون تارجت فارما في البرودكتس اللي موجوده عندنا. تمام. احنا طبعا كفريق طبي متخصص عندنا في التغذيه بنحاول مع كل عميل بيبقى ليه نوع النظام الغذائي بتاعه, البلان دايت بتاعته المتخصصه بيه, يعني مش كل واحد ليه نفس البلان دايت بتاعته, كل واحد ليه سعرات مختلفه عن التاني. فدي اول خطوه احنا بداناها, ان احنا خدنا الهيستوري بتاعه العميل بتاعي, هل في امراض, هل عمل دايت قبل كده, هل في ادويه قبل كده خدها, لان دي بتفرق معانا جدا كمان, في خصوصا بما اننا النهارده بنتكلم عن فتره ثبات الوزن, في ادويه بتؤدي الى ان انا وزني يفضل ثابت, فانا لازم ابقى عارفه الحاجه دي, هل العميل خد ادويه قبل كده سواء ليها علاقه بالدايت او بامراض ثانيه. هنبدا بقى ظبطنا له النظام الغذائي, عايزين بقى حاجه مساعده. هو احنا الحقيقه مش بنعتبرها حاجه مساعده, احنا بنعتبرها هو ده العامل الاساسي اللي انا هشتغل عليه عشان نطلع من فتره البلاتو ديت اللي هي فتره ثبات الوزن. زي مثلا عندنا كورس الاناسيليوم, ده في حاجات كتير بتعلي الحرق عندي, بتحسس بتزود ان هي بتقفل الشهيه, في كبسولات, في حاجات كتير جدا, وطبعا كلها منتجات امنه, لان احنا هدفنا دايما في شركه اون تارجت فارما ان احنا يعني ندخل في كل البيوت ونتعامل مع كل الفئات العمريه. سواء حد صغير, حد كبير, حد عنده مرض سكر, مرض ضغط, امراض قلب, لازم نوصل لكل الناس عشان يعني نحسن من صحتهم ويخسوا ويوصلوا للوزن اللي هم نفسهم فيه. طب قولي لي بقى, اول ما بتبدا المكالمه تيجي ويبدا يجي لكم العميل ويبقى عايز يعمل كده, احكي لي بقى الاجراءات كده, التابسه بتاعتكم بتمشي ازاي؟ تمام. زي ما قلت لحضرتك عندنا دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه, هي الاونر من احد الاونرز بتوع الشركه, وكمان هي المانجر بتوع الدكاتره التغذيه اللي في الشركه, فهي اللي بتوجه كل عميل هيروح لمين دكتور متخصص بالظبط, لان كل تخصص في مثلا لو حد عنده امراض مزمنه هيروح لدكتور معين مسؤول عن الامراض ديت, فاحنا الدكتور بتوزع الحالات على مين هيروح له اي دكتور بالظبط. بنبدا بقى نتكلم معاه, ناخد بقى زي ما قلت لحضرتك من شويه الهيستوري بتاعته, الميديكال هيستوري, هل هو عمل دايت قبل كده, خد ادويه دايت, مثلا ايه اخر دايت عمله او ايه نوع الدايت اللي هو عمله, ايه طبيعه اليوم بتاعه, هل هو مثلا شخص بيشتغل, مثلا حد قاعد في البيت, هل مثلا في برده يعني سيدات عندنا حوامل او في فتره الرضاعه بتيجي معانا وبتحب ان هي تتابع معانا عشان وزنها طبعا في فتره الحمل الوزن بيزيد, احنا مش بنخسئ بس بنعمل كنترول على الوزن, ان يبقى اكلها هيلسي اكتر متنوع عشان ما نضطرش ان احنا نتخن يعني ونزيد من الوزن. بنبدا برضو كمان نتكلم معاهم ونشرح لهم الكورسات, على خلاص احنا عرفنا الهيستوري بتاعته, هنبدا نتكلم معاهم ونرشح لهم الكورس المناسب ليهم. عندنا انواع كورسات كتير, في الكورسات العاديه لو حد مثلا ما عندوش نسبه دهون زياده ساعتها هنرشح له كورس مثلا في عباره عن الاناسيليوم, حد مثلا بيحب السكريات جدا فهنبدا نرشح له سكر دايت اللي هو سكر سيسل, هنحطه جوه الكورس معانا عشان مش هنحرمهم, يعني احنا هدفنا يعني هي انتوا كشركه عاملين برودكتس كمان مكمله لبعض في اكيد في الاستخدامات بالظبط. وفي مثلا لو حد مثلا عايز يخس ومش عايز يعمل مجهود, يعني عندنا بنقول عليه ده بنريحه بالظبط, اللي هو كورس الاراده, انت مش عايز تخس بس مجرد ما انت نويت ان انت تخس احنا اللي هنديك الاراده, احنا اللي هنقفلك الشهيه, احنا اللي هنوصلك للوزن اللي انت بتحلم بيه عشان توصل لاحسن شكل واحسن صحه اكيد. طب الاناسيليوم ده معلش هتوقف هنا, هيديني
هيديني شكل شيب للجسم ولا هينزلني دهون ولا هيعمل معايا ايه؟ اكيد هيديني الاثنين. انا عشان يديني الشكل بتاعي انا ممكن اخسس مثلا حد، لو حد ما تابعش مع دكتور متخصص او خد الكورس المناسب ليه او اختار، يعني في ناس بتكلمنا تقول انا عايزه مثلا كورس الاراده، لا انا عايزه لا هو احنا اللي بنحدد على حسب الحاله. انت ممكن يكون شايف حاجه هي مش صح ليك بالظبط، فزي ما حضرتك قلتي مثلا الشيب، ما انا عشان اوصل للشيب الصح لازم الدهون تنزل بطريقه صحيه، ما انزلش دهون كتير مره واحده عشان احافظ على نضاره بشرتي، احافظ على الفيتامينات، احافظ على مناعتي. فاحنا الكورس اللي احنا بنرشحه بيدينا الاثنين، ان احنا بنوصل للشكل الحلو، وعشان اوصل للشكل الحلو لازم من جوه صحتي تبقى حلوه، عشان هي دي بتبقى انعكاس للشكل الخارجي من بره. طب قولي لي بقى الحالات اللي بيبقى عندهم ثبات وزن ودهون دول يعملوا ايه بقى يا دكتور؟ دول يجوا لنا يكلمونا على طول واحنا ان شاء الله هنعرف نتعامل معاهم. برده زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنظبط معاهم النظام الغذائي، بنشوف هل هم مثلا محتاجين، لو في حد بينزل الجيم هنقول لهم ايه التمرينات اللي هم محتاجين يعملوها عشان نحرق كميه اكبر من الدهون. في حاجات عندنا برده بتعلي الحرق، في حاجات بتسد الشهيه اكتر، زي ما قلت حضرتك مثلا عندنا سكر دايت لو الناس بتحب تشرب او تاكل حاجات مسكره. احنا داخلين بقى على فتره الشتاء كمان، المشروبات الدافيه دي بتبقى مهمه جدا. بالظبط، احنا عندنا برده حاجات كتير، الناس اللي بتحب القهوه نقدر نستبدلها بقهوه خضراء، بمورينجا، في حاجات كتير قوي نقدر ان احنا نتخلص من فتره الثبات وكمان نخس ونطلع من الفتره دي بكل سهوله. طيب الكورس ده لوحده كفايه انه يحرك الثبات ده ولا محتاج عوامل ثانيه جنبه؟ هو على حسب كل حاله، يعني في حاله مثلا قربنا نوصل للوزن المثالي ومش معنى فتره الثبات دي ان انا عندي مشكله او انا ماشيه على دايت غلط، لا انا ممكن اكون ماشيه صح وتمام بس انا جسمي عايز يقول لي مثلا يعني عايزين نغير بقى شويه من الروتين ده. فده مش معناه ان لو حد وصل للثبات ان هو كده ماشي غلط او ان هو كده خلاص مش هيخس تاني، لا هو هيخس وهنطلع من فتره الثبات ديت، بس هنغير شويه، ممكن نغير له نوع الكورس كمان لو مثلا وصلنا لفتره الثبات ديت، هنغير النظام الغذائي، هنغير مواعيد الاكل عشان احنا جسمنا يعني اتعودش على حاجه معينه، حاله اسمها ادابتيشن، اتعود على طريقه الاكل، فانا لازم اطلع من طريقه التعود دي عشان جسمي يفهم خلاص لا في نظام جديد، في كورس جديد انا هاخده، نبدا بقى نحرق من الدهون الاخيره اللي هي الفاضله في الجسم. طب احنا ناخد منى معانا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ شايفه عامله ايه؟ بخير حبيبتي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله والله تمام الحمد لله. اتفضلي يا استاذه منى لو حابه تقولي اي حاجه او ليكي اي سؤال. انا اخذت انا اخذت الكورس الاناتيليوم بصراحه فرق معايا جامد. حضرتك يعني خدتيه بقالك قد ايه بتاخديه؟ انا ليا شهرين. تمام، وكانت ايه المشكله اللي عند حضرتك بالظبط؟ هل الاكل ولا كانت ايه المشكله في ايه؟ هو طبعا وزن زايد والاكل يعني الاكل برضو يعني ايه يعني مفيش حرق كمان عندي. طب ممكن اعرف يا منى وزنك كان كام وبقيتي كام خلال الشهرين دول؟ انا كان وزني كان 80 وصلت 68. ما شاء الله، حلو قوي ما شاء الله، شاطره. ومكمله الكورس ولا وقفتي؟ لا مكمله، انا عايزه اوصل يعني 64 واثبت بعد كده. طيب برافو، شاطره، كملي. مين الدكتور اللي بتتابع معاكي من الشركه؟ دكتور ميرولا، يعني بصراحه انا اشكرها جدا انها متابعه معايا جامد وبتسال باستمرار يعني تتصل وتطمن وكده يعني برضه. طيب ممكن اعرف عمر حضرتك قد ايه؟ طيب نعم، ممكن اعرف العمر قد ايه؟ انا عندي 57 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، عشان هي قالت بس الحرق. طيب وحضرتك حاسه ان يعني مع النظام ده بقى الموضوع احسن بالنسبه لك؟ قولي لنا ايه اللي حسيتيه كتغيير. لا بكتير احسن طبعا، اولا طبعا بالنسبه للشهيه برضو بقت يعني ايه مفيش الواحد الاحساس بالجوع قوي والحاجات ديت برضو، والوزن طبعا لان كان برضو الواحد ايه ركب طبعا في السن الكبير برضو، ربنا يديك الصحه، مع الوزن وكده، فانا برضو يعني فانا الحمد لله احسن كتير يعني. الحمد لله الحمد لله. طيب يا مدام منى حضرتك مكمله صح؟ مكمله لحد ما تثبت 64. ما شاء الله والله، ده حضرتك يعني يا ربنا يديك الصحه والعافيه، وسعداء بمكالمتك ومداخلتك جدا. تسلمي لك. شكرا ليكي يا استاذه منى، شكرا ليكي. انا مبسوطه اصل من الصوت انا عيب، اول ما قالت الحرق مش قوي فقلت طب اعرف هل ممكن يكون السن او احنا حد صغير بس عنده مشكله في الغده ولا حاجه. ربنا طبعا يديها الصحه والعافيه، دي حاجه جميله على فكره. اكيد طبعا، احنا بنحب نشكر الدكتور ان هي تابعت معاها وما شاء الله يعني خست كميه دهون كويسه في وقت قليل، وهي ربنا يديها الصحه برده عندها 57 سنه، فالحرق طبعا كل ما حد بيكبر بيبقى الحرق اقل. صحيح. فان هي قدرت ان هي
تخسسها الكميه دي ما شاء الله شاطره، ويعني نتمنى ان هي توصل للهدف اللي هي نفسها فيه وللوزن المثالي طبعا. خلينا ناكد تاني انه الاناسيني ما فيش فيه مشكله مع اصحاب الامراض المزمنه، لا سكر ولا ضغط ولا قلب، وان انتوا عندكم دكاتره متخصصه مع كل حد من يعني ليه تخصص معين، يعني مثلا أكيد. مرضى السكر بتتعاملوا معاهم من خلال الدكاتره؟ احنا بنتعامل مع كل انواع الامراض ومرضى السكر، واحنا كمان عندنا مثلا زي كورس الاناسيليم. الاناسيليم عباره عن ايه عشان برضو الناس تبقى فاهمه ومطمنه؟ عباره عن قشور بذور السيليم، ديت عباره عن الياف، والالياف ديت دايما بنقول ان هي بتحب الميه. اول ما باخدها قبل الوجبه مثلا بنص ساعه او ساعه، لازم اشرب بعديها كوبايتين ميه. ليه بقى؟ لان هي بتنفش، بتبقى عامله زي الماده الجيلاتينيه كده، بتفضل تكبر مساحه وتملي اكبر حيز ممكن من المعده. هو ده الهدف اللي احنا عايزين نعمله، ان نحسس الناس بالشبع، ما يبقوش مثلا قاعدين وسط. طبعا حضرتك عملتي النهارده اكل يعني جميل، تسلم ايدك. كنت جعانه قوي دكتوره ما بس ما قدرتش اكل، قلت لا لازم امسك نفسي. لا حلو جدا، انا هبوظ الدايت كده يعني شرف ليا والله، ربنا يخليك. فان احنا مثلا زي مثلا حضرتك عملتي سفره زي دي، انا مش هقدر مثلا اقول للعميل معايا ما تاكلش وانا مش مدياله حاجه مساعده. لازم صحيح. ياكل ويخرج ويبقى مبسوط وموده يعني ان ممكن يدخل في حاله اكتئاب لما يحس ان هو محروم. ايوه احنا عندنا يعني كلمه الحرمان دي بيج اكس كده كبيره، ما عندناش كلمه حرمان، كل اللي انتوا عايزينه واحنا هنساعدكم بالنظام الغذائي وبالكورسات ان هي تسد الشهيه عشان نقدر ناكل كل اللي احنا نفسنا فيه، بس بنقلل الكميات. طب قول لنا بقى، في مشروبات او اكلات مثلا ممكن تساعد شويه اصدقائنا في حته كسر الثبات اللي بيحصل لهم ده؟ تمام ماشي، احنا اكيد عندنا حاجات. انا هقول لك على السر عندنا بتاعنا في الشركه. هغششك السر بتاعنا. عندنا زي ما قلت لسه من حضرتك المورينجا. المورينجا دي يعني احنا لو اتكلمنا عنها من النهارده للسنه الجايه مش هقدر نكفي الفوائد بتاعتها. احنا اصلا ده مشروب اعشاب. اعشاب هي عباره عن نبته احنا بنسميها شجرة المعجزات. يعني ايه؟ فيها هرمون او فيها مادة اسمها الزياتين. دوت الهرمون بتاع النبات، بنسميه اكسير النبات. فاحنا بناخد الهرمون ده من النبتة ديت وبنعمله طبعا على شكل زي باكتات الشاي كده، وبيتشرب كأنه شاي. بيعمل ايه بقى المورينجا؟ بتعمل ايه؟ نعد بقى مع بعض. اول حاجه بتحمي جلدي ان هو يعني يتعرض لا قدر الله لمرض سرطان الجلد. بتخلي جلدي ناعم ومشدود، ويعني تحس ان فيه كده جلوي كده بينور وبيلمع. عشان احنا كمان لازم نحطه معانا في الدايت عشان لما نخس ما نعانيش من مشكله بهتان البشره، الهالات السوداء، الحاجات دي. كمان ان هو بيحسن الجهاز الهضمي جدا، بيديني النشاط وبيخلي مخي كده مصحصح وفايق، بيديني الطاقه. ان في ناس برضو بتشتكي ان انا بعمل دايت بس حاسه ان جسمي همدان، مش مركزه، عايزه انام. فالمورينجا بتعمل كده. ده غير ان هي بتعمل ديتوكس للجسم، يعني ان هي بتخلص جسمي من السموم والدهون الثلاثيه اللي هي اخطر انواع الدهون اللي ممكن تكون موجوده عندي في الجسم. غير ان المورينجا كمان هايله جدا جدا لاصحاب مرض السكر. لان هي بتعمل ايه؟ بتظبط مستوى السكر في الدم، فامن ان اي حد عنده مرض سكر او ضغط او قلب ياخدها. بالعكس هتحسن جدا مستوى السكر في الدم، هتحسن الضغط كمان، ان هي بتحرق الدهون بالذات الدهون الموجوده في منطقه البطن والارداف. هايل، ده في ناس كتير عندها المشكله دي. يعني معظم الناس بتعاني، وبالذات الناس اللي عندها شرايط حلويات او نشويات دايما بيعانوا من الدهون تراكمها في البطن والارداف. فاحنا بننصح دايما المورينجا ياخدوها من مره لمرتين في اليوم، هتقفل معاهم الشهيه، هتزود الحرق جدا بالذات كمشروبات اثناء اليوم بقى. هو كمان محلوله يعني في كمان مشروبات، وغير ان طعمها حلو، فانا ممكن اخده يعني في اول ما اصحى من النوم او قبل ما انام حاجات. وعندنا برده القهوه الخضراء، واحنا راعينا جدا ان في ناس ما بتحبش طعم القهوه الخضراء، فاحنا عملناها بطعم البندق والمكة. جدا. طيب قولي لي يا دكتور معي، في بس هنا سؤال مهم عايزين نبدا نتكلم عن التواصل معاكم، يبقى ازاي ومن خلال ايه؟ طبعا في ارقام الظاهره على الشاشه، واتساب او كولز هيلاقونا على طول. كمان عندنا الاوفيشال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما. تمام، دي الصفحه الرئيسيه بتاعت الشركه. وطبعا دكتور نهال حافظ على الفيسبوك، والاوفيشال بيج اون تارجت فورما على الانستجرام. هايل،
وانتوا بتتواصلوا من خلال الارقام دي حتى الواتساب، يعني لو لقى الرقم مشغول ممكن يتواصلوا ويكتبوا بتردوا على طول، أكيد الدنيا بتبقى جميله. مكالمات او واتساب او عن طريق الاوفيشال بيجز بتاعتنا فيسبوك وانستجرام هيلاقونا بنرد على طول. طب اخر حاجه بقى هسالك، امتى اقول انا كده وصلت للوزن المثالي تمام؟ اقيسها ازاي؟ اقيسها بالمقاسات ولا اقيسها بالانبادي ان انا اعمل التشيك ده، ولا اقيسها ازاي؟ هو الميزان. اكيد لا الميزان ده خلينا بقى خلاص بقى خلاص هنشيل الميزان ده من حساباتنا. هي تبقى الان بودي، لو حد صعب عليه الان بودي هنعمل القياسات. مش هو في صيدليات كبيره أكيد بتعمل الان بودي يعني، بس في ناس مثلا بتبقى كبيره مش قادره تنزل او فبنسهل عليهم الموضوع، بنقول لهم عايزين نعرف القياسات، وكل مثلا اسبوع بنطلب منهم نعرف القياسات قال لنا قد ايه، المحيط الوسط، البطن، دي اللي بتفرق جدا، وكان العميل هو اللي بيحدد. يعني في ناس مثلا شايفه ان انا كده خلاص تمام، ممكن يبقى في كيلو 2 كيلو بس، هي تبقى لا انا عايزه، او ممكن لا انا عايزه اخس اكتر عشان مثلا تحسبا لو زدت شويه او كده يبقى هو ده وزني المثالي. فاحنا بنبدا نقرر مع العميل هل انت خلاص احنا كده اكتفينا، يبدا بقى نوصل معاهم لفتره التثبيت عشان ما يزيدوش. في الحاله دي يا دكتور بياخد برضو الانسيليم بس بنسب بقى بتبقى تقريبا اقل بقى من الاول او ما يبقاش مثلا لو حد بادئين معاه بكورس مكثف او لا نبدا مثلا الكورس العادي، نقلل عدد المرات في اليوم. المشروبات مثلا لو نشرب مرتين هتبقى مره بس، لا يعني ده بتبقى يعني بيبقوا متابعين بيها لان هم بيبقوا حابين. زي ما قلت مثلا حضرتك القهوه الخضراء بتبقى ليها طعم الموكا او البندق. طب ما هي المشروبات اهي جميله وحلوه في البيت وعوامل مساعده، والمورينجا دي لازم نجرب. انا ما اعرفش غير بورينجا ايام الفيلم بتاع طبعا النجم الرائع فؤاد المهندس، بس المورينجا دي حاجه جميله، مش فيها حاجه عبقريه لان هي فعلا هايله جدا في صحه الجسم، في التخسيس. يعني هي بصراحه احنا زي ما قلت حضرتك شجره المعجزات، دي حاجه جميله، معجزه فعلا. حبيبتي انا بشكرك طبعا يا دكتور مي بجد والله، يسمحولي طبعا يعني اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور مي عبد اللطيف اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه لدى الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني، وطبعا بشكر حضراتكم متابعينا الكرام وكل من يشاهدنا من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم من هنا لحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.